شركة فيرا لصناعة المكاين الإلكتروستاتيك من أقوى الشركات الموجودة في تركيا. جئنا إلى مصر لتقديم التكنولوجيا آخر تكنولوجيا الأوروبية إلى السوق المصري. وطبعا احنا في أول الأمر احنا جينا للمصر لخدمة الشعب المصري، هذا أول. ثاني الثاني هو تصميم واستثمار المكاين في داخل جمهورية مصر والانتشار الكبير في داخل السوق المصري، وبعد كده تقديم الآخر تكنولوجيا من الأجهزة إلى المستهلك المصري، مع هذا زيادة حجم الطاقة الصناعية والإنتاجية في مصر.